نريد أن نذهب إلى انتخابات هادئة، نريد أن نذهب إلى انتخابات بخطاب نظيف، نريد أن نذهب إلى انتخابات يتنافس فيها المترشحون والمترشحات بالبرامج، بالأفكار، بالمقترحات، بمشاريع الحلول لمشاكل المواطن اليومية. أيها الإخوة، احنا نروح من خلال منتخبينا إن شاء الله اللي يلتزموا أمامكم. هما ما يقدموش وعود، لأننا نحن في حركة الإصلاح لا نقدم وعوداً أو نبيع الأوهام للناس. نحن نقدم من خلال منتخبينا أو مرشحينا التزامات.